الفارس السيد. يا سلام، صارت ولا عاد في الأمر رجوع، يعني خلاص انفارك بتم. أبدع في نظم هالكلمات، لكن ثالث الناجين هو نجا من هذا الموقف، نجا فعلا من هذا الموقف. أنا معي ثلاثة من المميزين في برنامج جنتل، للأسف اليوم بنشغل الشارة وبنحزن لأن اللي بيطلع نجم أو نجمين، لكن أثرهم ووقعه علينا شديد. آخر الناجين من المنحنى الضيق قبل أروح لمرحلة الخطر، النجم اللي يقول ضغطتوني ضغطتوني وأنا طلبت التحدي لكن ما طلبته، رشيد طاحوس. انكسر مثل الجزاز.